شوف الحظ. سي ودو السائلي ودو إلك يا خسران يا غلبان. لك إحاشتك بقى. ليك هاي اللعبة للمحترفين اللي مثلنا مو مثلك. ايه والله حكي مظبوط. سمعت؟ اصلا انتو غيرانين مني، كل عمره حظك بالزهر ناقش معك مثل حظي. ايه وشو يعني؟ خلينا نجرب حظنا واترك لنا مجال، يلا قوم. ولك يا اخي بلا لك شغله هالبقال هاي وصير سياسي البقلك، لانه بحياتي ما شفت واحد بيسلبها قدك. روح عنا يا. دخيلك انت. يلا كمل لي لعبك انت الثاني يلا. طول بالك شوي، ليش بتعصب علي انا؟ خلصني كمل بقى. صدر عفو، خبر اليوم، خبر اليوم. صدر العفو رح تفضل حبوس اليوم، جرايد جرايد. خبر اليوم، خبر اليوم. صدر عفو. الله يجيرنا يا جماعة، صدر عفو. خير إن شاء الله. جرايد جرايد. الانتظار صعب وبيحسسنا بالملل والتعب وبالتوتر اللي ما بيفارقنا، وأحياناً بيكون الدواء يلي بيداوي جروح كتيرة وبيمحيها. كل شي عشناه بهاي الحياة بيتغير، حتى الأمنيات. يعني مثلا مثل واحد قضى سنين من عمره بين أربع حيطان ومكتوم على نفسه، بس وقت بيطلع ردود أفعاله رح تكون على قد هاي التراكمات يلي بين هالحيطان، لأنه الصمت أحيانا بيكون مرعب. يلا بقى يا أخي، إذا ما بدك تمشي ولا شيء.
مرحبا. أهلين. تفضل عود. كيفك؟ منيح. أنت كيفك؟ منيح. يعني عم حاول كون منيح بهالغربة. شو تشرب؟ بيرة ولا قهوة؟ قهوة. إن كافتك. يعطيكم. صحيح قد صار لك عايش بسويسرا؟ سنة. بعد سفر دريت إنك إجيت على فلسطين. وأنت قد صار لك هون؟ ما صار لي، من كم يوم. لما أمنا توفت، أنت كنت بفلسطين؟ ايه، وكنت مع آمني. آمني استشهدت شهادة الأبطال. طيب انت ليش هون؟ اجيت بمهمة وخلال كم يوم راجع على تركيا، صدر العفو. منشان هيك اجيت ظبط أمور الشباب اللي هون. وانت جهز حالك فورا، رح زبط لك أمورك، استنى مني خبر. طيب مرحبا رسول، شو عم تقرا؟ صدر العفو، وتقريبا كل المحكومين السياسيين رح يفرجوا عنهم بكره. رح نرجع نشتغل حسين. استغفر الله واتوب اليه.